والمزيد من يعني من الضوء، وعشان نقول له كمان مبروك على الشغل المبذول واللي احنا كنا دايما شايفينه معانا، كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن وائل. ازيك يا باشمهندس، وحشني جدا حضرتك يعني بنسائل المكالمه كل سنه الحمد لله. طبعا الف مبروك، الحقيقه انجاز كبير جدا يعني كره الماء، كاس مصر، يمكن بطوله بدري بس بطوله ليها معاني كتيرة. الف مبروك يا كابتن وائل. الله يبارك حضرتك، ويعني انا بشكر الناس كلها لان البطوله دي احنا تعبنا جدا فيها. الفتره اللي فاتت كان عندنا فتره اعداد، عارف حضرتك الحمام كمان كان واقف شويه للصيانه. نعم. احنا كان شهر ونص شهرين الناس بتشتغل فوق بعضهم. انا بشكر كل واحد من اصغر من المدير الفني الاصغر عام، هم منظومه صراحه انا بشكرهم من اول مدير الجهاز، الجهاز كنت ماجد محمد حسن، ناس تعبت والحمد لله طلع النتيجه زي ما حضرتك شايف، حضرتك قلت كلام جميل، احنا لعبنا اقوى فرقتين في مصر، الجزيره واليوفي، والنتيجه وقبلها كان نادي الزمالك، حضرتك برضو قبل الجزيره واليوفي كان الزمالك. النتيجه كانت كام مع الزمالك يا كابتن وائل؟ والله كانت 10 10 4 او 10 5 يعني. احنا الرينج احنا ماشيين بنصف كويس جدا، 4 كوارتر بنتيجه كويسه جدا مع كل الفرق، صراحه مجهود يشكر عليه سواء الجهاز الفني واللاعب. اشكرهم من قلبي وان شاء الله بقى انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا قلت لحضرتك في مكالمه سابقه، احنا اهم حاجه عندنا ان شاء الله الدوري ونفرح فيه جمهورنا، عندنا كمان بطوله عربيه، عندنا حاجه كانت امبارح برضه كنا الصبح كان عندنا بطوله الباليه الساعه 8 و10 ما شاء الله، الحمد لله كسبنا 8 سنين و10 سنين السنه الثاني، لا في نتائج حضرتك مشرفه الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله مبروك، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنشكر الجهاز وكل القائمين على طبعا كرة الماء، بس خليني اقول ان دي مسؤولية عليكوا يا كابتن وائل، يعني انت دلوقتي يعني دلوقتي لا وكمان يعني انت حضرتك بتكلمني انا دلوقتي في ماتش الاهلي والكتيرة في نادي هيلوب، خلاص خلصنا امبارح، عندنا كل يوم ماتشات، عندنا برضو دوري وكاس في جميع المراحل، فان شاء الله بمشيئة الله نعمل النتائج كلها كويسة ان شاء الله، تحوز على اعجاب الناس كلها اكيد، وتحوز على اعجاب جماهيرنا واعضاء. وكابتن وائل انا معلش عايز اتوقف شويه عن النتائج، يعني لما نكسب هليوبلس معلش انا ممكن نكسب 8 7 9 9 8 وده عادي في كره الميه، بس عشان اكسب النهارده 10 8 4 دبل سكور واكسب الجزيره 10 4 لا ده في تفوق كاسح. لا هو صراحه الولاد كانوا قاعدين كويس قوي، عملوا معسكر، الناس اشتغلت كويس قوي، اول مره في النهائيات يبقى دايما ابدا النهايات زي ما بيقولوا كده النتيجه بتبقى قريبه، فرق جون او فرق ان انت مكسب، اما لما حضرتك تكسب دبل سكور فبتبقى دي حاجه تنم على مش وليد الصرفه، لان انت حضرتك قبليها بيوم على طول انت بتلعب مع الجزيره كان بطل الدوري السنه اللي فاتت، فانت كسبان الجزيره بان 10 4 وبعد كده تكسب هليوب 8 4 وتحافظ برضه الزمالك لما كسبته يا افريج الاجوان اللي بتخش فيك في الاربعه كوارتر كل كوارتر جول، دي حاجه صعبه قوي في كره الميه عشان طبعا طبعا يا كابتن النتائج دي لما تبقى تحافظ على كل كوارتر يخش فيك جول واحد بس في 8 دقائق تبقى دي حاجه تنم على ان الناس دي متمرنه كويس وعاملين شغل كويس قوي. طب قول لي يا كابتن وائل اللقب ده غايب عنا بقاله قد ايه؟ لقب كاس مصر والله بقاله هو بقاله اربع سنين طبعا. اربع سنين اربع يعني سنين اربع سنين احنا ان شاء الله يعني الفترة اللي جاية دي حضرتك هتشوف حاجات جميلة قوي في جميع المراحل في كرة الماية إن شاء الله. احنا متأكدين يا كابتن وائل وطول ما حضرتك موجود وكل مساعدينك وكل الروح اللي موجودة في ألعاب الماء دي احنا واثقين ومتأكدين إن شاء الله يا كابتن وائل. كابتن أنا بشكرك وببقى سعيد بالمكالمة دي وإن شاء الله حضرتك تكلمنا على طول في مزيد من الانتصارات. طبعا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك يا كابتن وائل وكل يعني المباركه وكل التهنئه وبنربط على ايد ابطالنا في كره الماء ونتمنى لهم ان شاء الله الفوز بالدوري لان طبعا الدوري امر ثاني ولكن النتائج زي ما حضراتكم شايفين كسبنا زمالك جزيره هليوبلس فاذا الحمد لله تفوق كاسح وحاجه مشرفه لكره الماء.